نور ايوه حسينا ويلا ايوه حسينا ويلا ذا الجناح اقبل من الميدان خالي وويلا ايوه حسينا وويلا ايوه حسينا وويلا ايوه حسينا ستذوق الموت ظلما ضميا في كربلاء انت ماشي وويلا أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي فاصبري فالصبر من خيم كرام مترعي كل حي سينحيه عن الأحياء حي أيها حسينا وويلا أيها حسينا في جليل الخطب يا أخت اصبري الصبر الجميل أيها حسينا إن خير الصبر ما كان على الخطب الجليل واترك اللطم على الخد وإعلان العوين أيوة ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين أيوة وويلا اجمع شمل اليتامى بعد فقدي وانظمي أطعمي من جاع منهم ثم أروي من ضمي واذكري إني في حفظه مطل دمي ليتني بينهم كالأنف بين الحاجبين وويلا وويلا أخت آتيني بطفلي أراه قبل الفراق فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مرا يتلوى ظمأ والقلب منه في احتراق غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفتين وويلا فبكى لما رآه يتلطى بالهوى بدموع غامية تخجل السحب السجار ونحى القوم وفي كفيه ذياك الغلا وهما من ظمأ قلبهما كالجمرتين وويلا وويلا فدعا في القوم يا لله للخطب الفضيل نبئوني نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأة وويلا وويلا عجلوا نحوي بماء أسقيه هذا الغلام فحشاه من أوام ف
في الطرام وكلا. فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين. وويلا وويلا، فالتقى من مهما من منحر الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء، وينادي يا حكيم أنت خير الحكماء. فجع القوم بهذا الطفل قلب الوالدين. وويلا وويلا، وأغار الصبط للجلي وأغار الصبط للجلي مأمون العذاب. إذ أثار الضمر العثير يحسب الحرب عروسا ولا عروس نثار. ذكر القوم ببدر وبأحد وحنين. وويلا وويلا، بطل فرد من الجمع على الأبطال طال. أسد يفترس الأسد على الأعجل جال. ما له غير إله العرش في الأهوال وار. ما سطى في فرقة إلا تولت فرقتين. وويلا وويلا، ما له في حومة الهيجاء في الكر شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه. غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبين، وهو ضامن شفتاه أضحت ناشفتيه. وويلا وويلا، أيها المهر توقف لا تحوم حول الخيام، واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام. كيف تستقبلهم تعثر في فض اللجام، وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين. وويلا، مرق المهر وجيعا عاليا منه العويل. يخبر النسوان ان الصبط في البوغ جديد، ودم المنحر جار خاضب الجسم يسير، نابعا من ثغرة النحر كما تنبع عين. وويلا وويلا، خرجت مستمعت زينب إعوال الجواب، تحسب الصف أتاها بالذي يهوى الفؤاد. ما درت أن أخاها عافرا في بطن ودم الأولاج منه خاطبا للمنكبين. وويلا
وويلا مذ وعت ما لح من حال الجواد الصاهل صرخت مازقة الجيب بلب ذاهل وبدت من داخل الخيمات آل الفاضل محرقة بسواد الحزن من فقد الحسين وويلا وغدت كل من الدهشة تهوي وتقول أنجم تهوي ولكن ما تهاوت للرجوع وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم يتسابقنا إلى موضع مخر الحسين وويلا وويلا وإذا بالشمر جاف فوق صدر الطاهر يهبر الأوداج منه بالحسام الباتر فتساقطنا عليه بفؤاد طائر بافتجاع قائلات خلي يا شمر حسين بافتجاع قائلات خلي يا شمر رسما تقطع يا شمر بهذا الصارم ليس من تفري وريدي بكبش جاثم إن ذا صبط النبي القرشي الهاشمي أبواه خير الله فذا ابن الخيرتين وويلا ارفع الصارم عن نحر الإمام الواهب وويلا عصمة الراهب في الدهر ومن فالهارب كيف تفري نحر صبط المصطفى بالقاطب وهو دأبا يكثر التقبيل في نحر الحسين وويلا كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع كان يؤذيه بكاه وهو في المهد رضيع بابنه قد من فداه وذو الشأن الرفيع ليته الآن يراه وهو في الترب صريع ليته الآن يراه وهو في الترب صريع يتلظى بظماه حافصا بالقدمين أيوة حسينا أيوة حسينا كم به من ملك في الملأ الأعلى عتيق وبيمناه يسار لدم العسر يريد وعلى الناس له عهدا من الله وثيق أنه الحجة في الأرض ومولى وويلا وويلا ما أفاد الوعظ والتحذير في الرجز الأليم ما أفاد الوعظ والتحذير في الرجز الرجيم وانحنى يفري وريدي ذلك النحر الكريم وبرى الرأس وعلى
كيف للقمر زائرا يشرق نورا كاسفا للقمر. أيوة حسينا أيوة حسينا الشمس أفق الدين أضحت في كسوف بالسيوف وتوارت عن عيون الناس في أرض الخفوف فأصاب الشمس والبدر كسوف وخسوف لكن الأفق مضيء بسنا رأس الحسين. وويلا ذبح الشمر حسين ليتني كنت وقاء وغدا الأملاك تبكيه خصوصا عتقاء ما درى المنعون شمر أي صدر قد رقى صدر من داس فخرا صدر من داس فقارا فوق فرق فرقد. أيوة حسينا أيوة حسينا فتك العصفور بالصقر فيا للعجب ذبح الشمر حسينا غيرة الطايض به حيدر أجرك الله بعالي الرتب أدرك الأعداء فيه ثر بدر وحنان. أيوة حسينا وويلا أعين لم تجري في أيام عاشور بما كحلت وحيا أماقيها بأميال العمى. لا أصبن إذا ما أعوز الدمع دما لا أجودن بدمع العين جود الأجود. وويلا ذا الجناح أقبل من الميدان خالي. وويلا وويلا ذا الجناح أقبل من الميدان خالي. وويلا